بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. يا رب دائما الأفراح، ويا رب دائما يكون النصر حليف النادي الأهلي في كل المباريات وفي كل البطولات القادمة. عندنا النهاردة حلقة مميزة جدا لتغطية السوبر المصري، إن شاء الله السوبر المصري الذي سيقام في مدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة. دائما ما تكون الإمارات العربية المتحدة ملتقى الحقيقة الفريقين نادي الأهلي ونادي الزمالك، نادي الأهلي بطل الدوري ونادي الزمالك بطل الكاس، إن شاء الله تكون مباراة تليق باسم الناديين الكبيرين الحقيقة، سواء النادي الأهلي أو نادي الزمالك، ولكن إن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع أن نفوز ونضع كأس آخر في دولاب بطولات النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. زي ما قلت لحضراتكم، كل أنظار العالم العربي وكل أنظار محبي ومتابعي كرة القدم ستنتقل أو ستنظر إلى مدينة أبو ظبي. زي ما قلت لحضراتكم، عندنا كل الأهلوية في كل مكان في العالم هيتفرجوا على هذه المباراة. وكالعادة الحقيقة أنا بشكر دائما كل جمهور النادي الأهلي اللي دائما بيسطر إن هو واحد من أفضل جماهير العالم، إن لم يكن من وجهة نظر أنا الشخصية أفضل جمهور في العالم، لأن جمهور النادي الأهلي دائما نزل التذاكر، التذاكر بتخلص ساعة ساعتين بتلاقي التذاكر هوا خلصت، هوا خلصت، مهما كانت النتائج، مهما كانت الظروف، مهما كانت الأمور، مهما كانت أي حاجة بتحصل، يظل دائما جمهور النادي الأهلي. وده دائما اللي أنا مش اللي أنا أي حد بيحب النادي الأهلي وبيشجع اسم النادي الأهلي بيبقى عارف إن جمهور النادي الأهلي اللي بالملايين دايما بيبقى في ظهره. لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله في المباراة القادمة أنا متأكد إن هم عارفين قد إيه المسؤولية الملقاة على عاتقهم، المسؤولية الملقاة دي إن هم عايزين يكسبوا أو يبذلوا أقصى مجهود. المكسب والخسارة دي حاجة محدش يعرفها غير ربنا، بس هو اللي يعرف هذا الأمر، لكن أبذل أقصى مجهود إن شاء الله من خلال وجودي في الملعب، أموت نفسي من خلال وجودي في الملعب، وبعد كده إن شاء الله أكيد ربنا هيكرم دايما اللي بيتعب واللي بيبذل أقصى مجهود ليه من خلال تدريبه وتمرينه وأكله وشربه ونومه وتركيزه كل حاجة. الحقيقة هي مجموعة كبيرة جدا من الأمور التي تنتهي في النهاية دائما إن شاء الله بالفوز. فإن شاء الله ربنا يكرمنا ويستطيع النادي الأهلي أن يفوز في هذه المباراة اللي هي بطولة كأس السوبر المحلي، وإن شاء الله النادي الأهلي بعد كده كمان يقدر يفرحنا في كل المباريات وفي كل البطولات السنة دي، خصوصا بعد هذا المستوى المتميز اللي بيقدمه النادي الأهلي سواء في البطولة المحلية، يمكن البطولة القارية أقل شوية، ولكن قلنا الأسباب واتكلمنا في كل هذه الأسباب. فنتمنى إن شاء الله أن الفترة القادمة تبقى فترة انتصارات وفترة فرحة وفترة سعادة من جمهور النادي الأهلي اللي له حق كبير جدا جدا دايما على لعيبة النادي الأهلي وعلى المسؤولين اللي موجودين في النادي الأهلي. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرم ملحمة كروية. زي ما قلت لحضراتكم، دائما يظل دائما النادي الأهلي هو البطل، ويظل دائما مش بالكلام. أنا لما بتيجي نتكلم مع حضراتكم بيبقى يطلع من بقنا الكلام، ولكن أنا أقصد أن دائما الأرقام هي من تتحدث، الأرقام هي من تتكلم، أن الأهلي هو البطل، الأهلي هو الأفضل في كل شيء، الأهلي هو المتفوق في كل شيء، تاريخيا الأهلي الأفضل في كل حاجة. لما تيجي تبص للأمر هتعرف أن أنت بتتكلم عن البطل الدائم والبطل اللي دايما سواء جوه القارة أو في البطولة المحلية، في البطولات القارية والإفريقية وأيضا في البطولات المحلية. ما تيجي تتكلم على البطولات الأفريقية، 8 بطولات أفريقية، هو حد خد 9 وإحنا قلنا لأ؟ لا، نادي الأهلي 8 واللي بعده أعتقد 5 أو 6 حاجة كده. يعني أنا دايما ما ببصش للي بعدي لأن أنا عايز أكتر من البطولات اللي عندي. في البطولات المحلية نفس الكلام، في البطولات كل بقى البطولات المحلية لما تيجي تتكلم هتتكلم وستتحدث وهتبقى مبسوط وفخور باسم النادي الأهلي. إن شاء الله سوبر الإمارات ملحمة كروية.